مرحبا برج الحمل، أهلا فيك في قراءتك العاطفية. القراءة راح تكون حق الطالع والشمسي وأيضا القمري. زين، راح أسوي هالمرة القراءة بأسلوب المرايا. أنت على هاي الجانب، الحبيب أو الشريك على الجانب الآخر، وممكن أيضا تشوف أن العكس، الجانب الآخر يناسبك أكثر وينطبق على حالتك، فأعكس القراءة بما تحس أنه يناسب وضعك مع الحبيب. راح أبتدي بجهتك أنت يا برج الحمل، ونشوف شنو عندك خلال هذا الشهر أو على الأقل في الأسبوعين القادمين مع الشريك. أوكي، هذا أول كارت. نشوف جانب الشريك. أول كرت عندك يا برج الحمل، السيفين مثل ما شفت وانقلب مساعة، والشريك أو الحبيب عنده أربعة الأكواب. برج الحمل، كأنما أشوف خلال الأسبوعين القادمين أنت اللي راح يكون عندك مصدر القوة وصنع القرار في موضوع معين بخصوصك أنت والشريك، ولكن الحكم النهائي صاير في يدك أنت، وأنت حسك كأنما مو متعود أنه دائماً آخر كلمة أو الحكم الأخير على الموضوع يصير عندك أنت هني في يدك، مقابل الشريك اللي هني كأنما أحس خايف من ردة فعلك، مو عارف أنت نفسك، مو عارف شنو الخطوة القادمة اللي راح تتخذها مع شريكك. هل راح تتركه؟ هل راح تبتعد عنه؟ أو هل حتى راح تفاجئ أو تبقى معاه أو تصبر عليه؟ أشوف الفترة القادمة أنت في مرحلة لحد الآن مقرر فيها انك ما تقرر، ولكن الوضع هذا مكركب الشريك وايد، خصوصا اذا كان شريكك من الابراج هني اللي اشوفها المائية، عقرب، حوت او سرطان. خصوصا اذا كان من هاي الابراج راح يكون جدا في مرحلة ترقب وخوف، خايف انك تصدمه بقرارك. قرارك بخصوص شنو راح نشوف في الكروت الفرعية، بس دائما اول كرت فوق راح يكون هو الطاقة العامة ل العلاقة بينك وبين الشريك في الفترة القادمة. أحسك أنت بعد يا برج الحمل كأنما مو متعود أنك تكون في هاي الطاقة الهوائية، طاقة اللي أنا أخيرا صرت أنا اللي لي اليد العليا في الموضوع والقرار النهائي عندي أنا، مو متعود، كأنما الشريك دائما هو اللي كان يقرر من أجلك أو هو اللي عنده دفة التحكم. خلينا نشوف عندك الكوب الأول، عندك فرصة أنك تبتدي في مكان آخر بعيد عنه وتبتعد عنه، عشان كذي أقول لك صارت أكف القوة هالمرة عندك أنت، وهذا اللي مخوف شريكك. إنه ليش أقول لك من الأبراج المائية؟ لأن طاقة الماء هو متمكن منها، طاقة حتى وما كان، حتى وإن ما كان برج مائي، فعلى الأقل هو يملك هذا الشخص قدرة التلاعب بالمشاعر وقدرة الإقناع والكلام اللطيف. فأنت بالعادة سابقا أشوفك ما كنت تقدر عليه، كان دائما هو اللي يقدر عليك. أوكي، وأكبر مخاوفه في الفترة القادمة أن أنت ترحل عنه، أنه يفقدك في هاي العرض الجديد اللي قادم في طريقك، فرصة أنك تكون نفسك، تبتدي مشروع، تبتدي زواج، تبتدي حب حتى أو صداقات، تبتدي شراكة، قاعد أشوفها شراكة بشكل عام في الحياة تظهر للمجتمع ولكن بعيد عنه. كأنما أشوف هني أنت في وضع الناس فيه يطلبون في مساعدتك، يعني هذا العرض يأتي مع منة كبيرة لك على الشريك وعلى أيضا المحيط بشكل عام. عشان كذي ليش صاير عندك طاقة الحيرة؟ طاقة الحيرة لأن أنت مو متعود أنك تكون في هاي المكان القوي اللي يطلب منك صنع قرارات بطاقة السيوف، الطاقة الحادة. اللي بعده عندنا ملكة الأكواب وستة السيوف، هذا الكرت مقابل هذا الكرت، خلي أقربهم لك عشان تشوفهم. أوكي، برج الحمل، أنت تحس وصلت لمرحلة تحس أنه سبحان الله ابتدى، أو إذا ما كنت تحس في هالشيء لحد الآن، ترى حان الوقت أن أنت فعلا تبتدي تلتفت للحياة اللي حولك. ابتدت مثل ما أشوف هنا عجلة الحظ
تصير إلى كفك أنت. دائما في السابق كنت أنت اللي تعطي، أنت اللي تستنزف في الطاقة، أنت اللي تشيل الحمل الثقيل، ولو أنه شيل الحمل الثقيل هو يمكن من طباع الشريك أو طباع أبراج ثانية مثل أبراج الجدي، ولكن المسؤولية العاطفية، العطاء بلا حدود، الحب الغير مشروط، الحب حتى بدون قيود، دائما كنت أنت اللي تسوي هالشيء. فليش صار عندك ملكة الأكواب؟ في الفترة القادمة الرسالة لك أن تبتدي تحب نفسك، تعطي نفسك، حان الوقت أن أنت تسوي. يعني أنا ما أمنعك، والكروت ما قاعدة تمنعك من العطاء، بالعكس هذه الملكة وصلت إلى مرحلة من النضوج أن الكل يعتمد عليها، الشريك، الأبناء، الأسرة، المجتمع، خلاص صاروا يشوفونها ويثقون فيها، يثقون في حكمها. ولكن الفرق أن أنت هالمرة راح تعطي مو بسبب طلبهم، ومو بسبب إلحاحهم أو حتى إلحاح الشريك، راح تعطي من نفسك، مو مجبور. هالمرة إذا أعطيت راح تكون أنت اللي متفضل، وأيضا تبين في عيونهم أن أنت اللي متفضل. تعطي بخاطر مو مجبور، هذه هي الرسالة لك. ولكن كأنما أشوف الشريك هني عنده طاقة، وهو ما يبي يواجه هذا الوضع، الوضع اللي أنت فيه حين صاير تمتلك القوة، الوضع اللي شوف قاعد تتعامل مع شخص ما عنده مشكلة يأخذ منك لما يحسك أن أنت مجبور تعطي، لما يحس أن مالك حيلة ثانية أو خيار ثاني غير العطاء. ولكن عندما تعطي من خاطر أو من قلبك، أنت كأنما هني قاعد تكسر شوكته، وهذا الشخص يرفض أنه يكسر كبرياءه. قاعد تتعامل مع شخص ما يبيك ترحل، وفي نفس الوقت خايف من ردة فعلك، ولكن أيضا في نفس الوقت ما يبي يواجه برج الحمل وهو متوازن في طاقة الماء. راح أقول لك ليش هاي الأمور من أصعب الأمور، من أصعب الأمور على برج الحمل إنه يوازن طاقة الماء عنده. وايد صعب، دائما إذا تدخل معاه طاقة الماء تصير شوية فيها أمور مكركبة. دام إن أنت هني تمكنت من الطاقة ووصلت إلى مرحلة الملكة، ملكة الأكواب، مرحلة جدا ناضجة مع طاقة المياه، طاقة العواطف، العطاء، قمت توازن، تعرف شلون تعطي. فهذا الشخص أصلا مش عارف شلون، أو الشريك مش عارف شلون أي ردة فعل يصدرها تجاهك، هل يقابل إحسانك بإحسان؟ أحس إنه ما يقدر يعطيك في الفترة القادمة، وفي نفس الوقت مستحي إنه ياخذ منك. آخر كرت نشوفه هني، أوكي، كرت الشراكة، الغصنين، وثمانية، ثمانية الأغصان، طاقة جدا جميلة يا برج الحمل. أشوف إن المرحلة النهائية أو في النهاية أنت مع هذا الشريك، مو ممكن، مو شرط يكون شريك، ممكن يكون شخص أنت تعمل معاه، صديق، ابن، ابنة، خذ الرسالة بما تحس إنها تنطبق على حياتك. هذا الشخص في النهاية من بعد رحلة بحث ورحلة إدراك ورحلة يدرك فيها أن ما لغنى عن برج الحمل، ما لغنى، ولو أن حين أنه صار هو في قوة مصدر، صار هو اللي يقدر يصنع القرار، في النهاية ما أقدر أعيش بدونه. شنو راح يسوي؟ راح يأتي، يرجع من بعد غياب، لأن هنا عندنا كرت الرحيل، يرجع من بعد غياب ويقرر أنه يسوي نفسه، يعني يغصب نفسه، بالأحرى يغصب نفسه إنه يكون إلى جانبك، ولكن كداعم مو كشريك أساسي، لأن أنت ما تحتاج إلى شريك أو شخص يدعمك في الفترة القادمة، أنت اللي تدعم باقي الأشخاص. لهاي الدرجة أنت عطائك كريم وافر في الفترة القادمة، تعطي كل الناس، تعطي في البيت وخارج البيت، والمحتاجين واللي يبون نصيحتك، كل الناس قاعدين يطقون، يضربون الباب، أوكي، يدقون الباب على برج الحمل في الفترة القادمة، ويلقون عنده الجواب، يلقون عنده شيء على الأقل يعطيهم إياه، يقدمه لهم. الشريك صاير بالضبط عكسك، 180 عكس طاقتك، ما يستطيع العطاء، أوكي، وفي نفس الوقت خايف من ردة فعلك مع هاي القوة اللي صارت في يدك أنت، أن ترحل عنه أو تسحب عليه يعني. ففي الفترة القادمة راح يحاول انه يكون مثل اللي سبورتينج، جدا سبورتينج
لكل أنشطتك اللي داخل المنزل أو خارج المنزل. يعني بيحاول إنه يلعب على وتر مختلف. اسم هذا الوتر، ما راح أخالفك في ولا شيء، راح أمشي على حسب ما أنت تأمرني، راح أخذ التعليمات منك أنت يا برج الحمل، يا ملكة الأكواب، يا الشخص المتمكن. وأيضا راح أكون أكثر من سعيد إني أكون هني في كرة الغصنين، الشخص اللي خلف الكواليس، الشخص المخفي بعيد عن أعين الناس، ولكن على الأقل هذا الشيء راح يسمح لي وإن كان في الكواليس إني أتواجد في حياتك. يمكن أنت يا برج الحمل صرت ما تثق فيه بما فيه الكفاية عشان ترجع بشكل كامل إلى حياتك، فهو راضي ولو يكون في الفترة القادمة، ولو يكون بشكل جزئي، على الأقل متواجد في حياتك، لأن كأنما قاعد أشوفه هنا بيسوي تمثيلية أنه هو راحل وزعلان وخلاص ما راح يرجع. وخليك في طاقة الخوف، ردك على طاقة الخوف هي طاقة ملكة الأكواب. أنا ما أحتاج أحد، الناس تحتاجني، وأنت يا شريكي من ضمن الناس اللي يحتاجوني. خلاص تمكن برج الحمل من طاقة المياه، فلما يشوف أسلوبه ما نفع معاك راح هو يرجع من نفسه، ولكن يرجع بأسلوب اللي أنا خادم تحت رجلك، شنو تأمرني راح أكون سعيد أني ألبي طلبك. النصيحة الوحيدة يا برج الحمل، تأكد أن هذه الطاقة الجميلة الواعدة اللي راح يرجع فيها الشريك ليست طاقة على الأقل مؤقتة. وراح أشوف لكم هني شلون راح يتطور الوضع بينكم من بعد هذا التفاعل. برج الحمل، هذا الكرت، الشريك، هذا الكرت. خلينا نشوف على نهاية شهر يونيو راح يكون عندك 4 سيوف. أوكي، الراحة بعد الانتصار. خلاص هذه دائما مرحلة الراحة أو السبات، تأتي بعد إنجازات كبيرة، معارك كثيرة، نجحنا في اختبارات، نجحنا في الحصول على مرادنا، نجحنا في تثبيت نفسنا في الحياة، ثبتنا مكانتنا عند الناس أو في الحياة أو حتى في مشروع معين أو مع الشريك، ثبتنا مستوى ما، عرفت؟ هو راح يكون عنده البرج، لايف اكسبيرينس، هو كرت البرج. شريكك وإن كان هني مثل ما قلت لك راجع في طاقة أنا داعم لك بشكل كامل، أنا أدعمك وأنا سندك وأنا ظهرك، ولكن حتى شهر يونيو، طبعا راح نشوف قراءة شهر يوليو، شهر 7 إحنا يونيو بعدين يوليو، إيه شهر 7 راح نشوف شلون يتطور الوضع، ولكن على نهاية شهر يونيو اللي إحنا فيه الحين راح يكون شريكك لحد الآن قاعد ينظف بقايا التغيير أو الصدمة اللي يمر فيها، ما راح يطلع منها بشكل كامل. احتمال أيضا أنك تتعامل مع شخص برج العقرب، لأن عندنا هنا طاقة الماء وكرت البرج هو كرت برج العقرب. ممكن أيضا أنك تتعامل مع أبراج هوائية، دلو، ميزان، جوزاء. على أغلب شيء دلو أو ميزان، ما أشوف الجوزاء قوية هنا طاقتها. المهم شريكك يعني راح بما معنى انه يظهر لك شيء، يظهر انه هو قوي، او على الاقل ها ابتدى يدخل معاك في التغييرات، ابتديت اصير سندك، ابتديت اقدر اجري معاك على نفس السرعة، ولكن حقيقة هو راح يظل في طاقة الصدمة وما بعد الصدمة. الصدمة صارت عنده، ولكن ما بعد الصدمة هي انه يلم شتات نفسه. في تغيير، في تغيير انت تمر فيه يا برج الحمل، هذا شريكك مو متعود عليه. راح تصير اقوى، راح تصير متمكن اكثر، راح تصير مثلا على ابسط مثال، لو كان الشريك دائما يهددك بالفراق وبعدين انت تخاف وترجع له وتسمع كلامه، في الفتره القادمه راح تقف هني، تشوف الوقوف منتصبا، راح تقف منتصبا وتقول له انا ما راح اتحرك من مكاني هالمره، ما راح اجري وراك، ما راح اركض وراك واراضيك، لاني ما غلط اساسا، لو انا غلطان من عيني، ولكن انا برج الحمل ما غلط.
فهذا اللي راح يخلي شريكك يغير اسلوبه ويتراجع عن قراره، لاني قاعده اللي اشوفه هو مجرد شخص قاعد يستخدم نقاط ضعفك ضدك. ولكن برج الحمل تمكن خلال الفتره هذه من نقاط ضعفه، سيطر عليها وقواها. اوكي، ف نقطة واحدة بعد قبل ما نخلص القراءة، هذا الشخص دائما كان يتبع أسلوب التلاعب العاطفي. التلاعب العاطفي هي طاقة المياه اللي قلت لك أنت تمكنت منها، فهذا هو السر عزيزي برج الحمل في قوتك أو مكانتك الجديدة اللي راح تدخل فيها هذا الشهر.